اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات التوزيع. قبل ما نبدأ الفيديو ده وقف ثانية واحدة الفيديو كده، وبعدين البس هيدفونز، لان في حاجات مهمة قوي لازم تتسمع في الهيدفونز بقى، عشان ودنك كمان تبتدي تميز فرق الاصوات وفرق اللي حصل والحاجات زي كده. مهم قوي النهاردة نلبس هيدفونز وانت بتسمع الحلقة دي. اتفقنا ان السيشن كان كده، وقلنا اللي هيفرق في التوزيع قوي لما نزود اللايفات، هنزود الجيتارات وكده. فانا قلت لكم هسجل الجيتارات وارجع لكم تاني في الحلقة اللي هي بتاعت النهاردة، هنشوف الفرق بالجيتارات ومن غير الجيتارات. انا سجلت كل الاصفر ده جيتارات، فواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وناقص لي مثلا تراك او تراكين كمان. قلت بس اديني سجلت دول نكمل بيهم عشان نشوف بعد كده ممكن نحط ايه، ولا كفاية كده ولا ايه. هنسمع من غير الجيتارات، وبعدين هنشوف لما زودنا الجيتارات الموضوع فرق جدا ازاي. ده كده الجزء الاولاني. ده اللي سمعناه قبل كده. وهنخش على الغنى بقى والكلام ده كله. طيب انا سجلت بقى ايه؟ في اتنين سبانيش جيتار سترام. سترام اللي هو ترن كده بس عشان يديني ايه مود معين. بعدين في اتنين سبانيش جيتار برضو ريذم بقى، او مثلا بيعملوا تات 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 او تومت تك تك تومت، الريتم كامل. وبعدين في اتنين الكتريك جيتار اهم، هنشوف برضو بيعملوا ايه. وبعدين في سولو اهو. وبعدين زودت حاجتين كمان بس دول مش تبع الجيتارات، يعني زودت بيز سلايد، بس البيز يتحسب من الايه، من الجيتارات لانه جيتار بيز يعني. وزودت حتة كده ايه اللي هي اسمها simple transition، اللي هو حاجة هنسمعها دلوقتي. هنشوف الفرق عامل ازاي، وبعدين هنشوف الجيتارات دي نفسها بتتوزع جوه السيشن ازاي. تعالوا نسمع بقى بالجيتارات. تعالوا نشوف التفاصيل بقى، شفتوا الموضوع فرق خالص ازاي؟ تعالوا نشوف السولو ده لوحده كده كان بيقول ايه؟ ده الكتريك جيتار طبعا، هنا الالكتريك جيتار واحد واتنين دول بيقولوا معاه ايه؟ بيعملوا ترن بس كده. هنشوف دلوقتي، عشان كده قلت لكم البسوا هيدفونز، لما هنوزع الصوت يمين وشمال هيفرق تماما ازاي، هيبقى حاجة تانية خالص غير اللي انتوا سامعينه دلوقتي. طيب نشوف ده بيعمل ايه، السبانش جيتار هنا بيعمل ايه في الوقت ده. هنا اربيجيوز اللي هي الفينجر بيكينج. بيكينج اتقلب بقى. طبعا ساعات المايك بيكون لاقط شويه من صوت الحاجات دي، ليها حل هنشوفه دلوقتي برضو، او ممكن نشوفه في الميكس بقى، لان احنا في ايه طبعا حاجات بنعملها ايه دي نويز وحاجات زي كده. هنا هيبدا ريتم مثلا، فعايزين نشوف بقى الجيتارات دي هتبقى عامله ازاي بعد كده. يعني مثلا هنا مثلا نشوف الاسبانيش جيتار يعمل ازاي. تعالوا بقى نسمع مع المزيكا، وبعدين نشوف هنوزع الجيتارات ازاي. هنخش على الميكسر بقى. اي تراكين شبه بعض دايما بتحط واحد يمين وواحد شمال، ونظبط بقى الاصوات ان ده عالي ده واطي الكلام ده كله. يعني مثلا اهو الكتريك جيتار اهو، هنسمع العادي ده وبعدين نوزعه. بعد وصل للكلام مني ما بيأثرش فيه، كام مرة أقولك نتعاتب وأنا لما أقولك نتحاسب خايف عليك. من غير كلام أنا هبعد وصل للكلام مني ما بيأثرش فيك، كام مرة أقولك.
حاسين الفرق؟ تعالوا نسمع لوحدها كده الجيتارات لوحدها ونشوف بعد ما توزعوا يمين وشمال بقوا عاملين ازاي. طب لو رجعناهم مش متوزعين؟ شوف الفرق ازاي؟ كده كله طالع من اتجاه واحد، أول ما بنوزعهم يمين وشمال بتحس إن هما طالعين مجسمين أكتر من كده. أهو يبقى ده يمين شمال يمين شمال. مع المزيكا بقى بعدين نبتدي نظبط أصواتهم، إن ده مثلا عالي شوية ده واطي شوية كده. كل ده مفيش ميكس لسه، يعني لما نعمل ميكس بقى ونظهر الجيتارات دي شوية، نديها شوية بقى تريبل وحاجات وتبقى ظاهرة عن كده، هتلاقي الموضوع مختلف خالص. نسمع من الأول خالص، نشوف السولو ده باين ولا إيه. بعد وصل للكلام مني ما بيأثرش فيه، كام مرة أقولك نتعاتب وأنا لما أقولك نتحاسب خايف عليك. من غير كلام أنا هبعد وصل للكلام مني ما بيأثرش فيك، كام مرة أقولك نتعاتب. في بيز سلايد دي حلوة قوي بتعمل كده، وفي واحدة تانية بتعمل كده، دي أطول شوية، وفي واحدة تانية بتروح عاملة دروب كده يعني. فدي مع السكتة اللي عملناها عاملة شغل حلو. تعالوا نسمعها كده. مني ما بيأثرش فيك. أمال إيه اللي تحت دي اللي هو لونها أزرق دي؟ دي هي السيمبل ترانزيشن، بتعمل كده عشان تنقلني من حتة لحتة، يعني مثلا ايه نسمعها مع المزيكا في الحتة دي كده عشان نبقى عارفين برضو بتعمل ايه. نتعاتب وانا لما اقولك نتحاسب خايف عليك، من غير كلام انا هبعد اصل الكلام مني ما بيأثرش فيك، كام مرة اقولك نتعاتب وانا لما اقولك نتحاسب خايف عليك. معالمها اتغيرت خالص. تعالوا نسمع من غير الجايد كده نشوف هيبقى الشكل عامل ازاي. ان هي بقت اغنيه تانية خالص غير اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده. ده كل ده ولسه ما فيش ميكس. الميكس بقى بيلمع الدنيا دي كلها، هتلاقي الجيتارات ظهرت اكتر من كده، هتلاقي البيز جيتار ظهر اكتر من كده، هتلاقي الايقاعات بقت واضحه، كل حاجه هتختلف تمام. عايزين بقى نشوف مين سعيد الحظ اللي هياخد الاغنيه دي بعد التعب اللي تعبناه فيها ده. طبعا اتفقنا هنعمل مسابقه ان مثلا اسمع الاصوات وكده، وبعدين هنعمل فوت على الاصوات دي ونختار حد مع بعض مثلا نعمل له فوت او حاجه، واللي هيكسب المسابقه دي طبعا هيبقى الاغنيه دي بتاعته ويغنيها بقى وتنزل باسمه كده بعد الايه كل التعب الخطير اللي عملناه ده. بفكر اعمل كل شهر مسابقه اغنيه زي كده عشان كل الناس تستفيد واللي ما كسبش يكسب مره تانية وحاجات زي كده يعني. برضو قولوا لي رايكم كده في الكومنتس،
ونظبط مع بعض كده. ولو برضو حد عنده سؤال او حاجه، أو لو حد عنده اضافه مثلا حاسس ان السيشن ممكن نحط فيه كذا وبتاع، يعني شاركوني بارائكم كده، اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده.